القضاء هو الملجأ الأخير، هذا ما خلصت إليه قضية الطفل المعلى التي وحدت الأطياف الاجتماعية في عدن، تضامنا مع طفل تعرض لانتهاك بشع من قبل وحوش بشرية. صدرت بحقها أخيرا إدانة المحكمة، لكن العقوبة كانت صادمة لهؤلاء الذين طالبوا بالإعدام ورابطوا مع القضية في أجواء رمضان المرهقة. الحكم هذا اللي نطق فيه القاضي اليوم كان حكم جاحف، وحكم ما قتلش الطفل ولا أسرة الطفل، قتل أبناء عدن كله اللي وقفوا وأجوا وناهضوهم 4 أو 5 جلسات، ونحن معاهم من محكمة يا محكمة. الدية اللي دفعوا لنا حتى ده ما تغطيش أي حاجة من الضرر النفسي اللي بيكون على الجاهل، على الأهل، على استغراب واستنكار واسع لحجم العقوبة غير المتناسب مع حجم الجريمة التي تعد أبشع من القتل، لكن حقوقيين اعتبروا القضاء مقيدا بنص القانون الذي حجم عقوبة الاغتصاب بالسجن من 2 إلى 10 سنوات، لذا كانت المطالبات أن العقوبة تستدعي تعديلا في القانون من قبل المشرع. مهمة القاضي هو طبعا تطبيق القانون، أما تغيير القانون أو تعديل القانون هذا طبعا يكون المشرع عندنا يكون هو مجلس النواب، طبعا مجلس النواب مغيب. وبالنسبة لقانون الجرائم والعقوبات الذي هو الآن صدر بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية، قد ربما تستطيع منظمات المجتمع المدني والنشطاء أن يقوموا بتعديل أو بتقديم توصيات للجهات المعنية من وزارة الشؤون القانونية أو الجهات المعنية أيا كانت، ورفع ذلك إلى رئيس الجمهورية، بحكم أن قانون العقوبات الآن لم يصدر من مجلس النواب، إنما يصدر بقرار جمهوري. قضية رأي عام شغلت المجتمع خلال شهر كانت قضية طفل المعلى، رغم محاولات إرهابه معنويا إلا أن عدم الصمت يظل رادعا لعدم تكرار مثل هذه الجرائم المهددة للمجتمع. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.